من خلال المتابعة والتي يقوم فيها التحالف لاستهداف القدرات الحوثية سواء بالتدمير أو تحييد القدرات الصاروخية البالستية، نوضح لكم في الشريحة كهوف تخزين صواريخ بالستية وأسلحة في جبال النهدين في صنعاء. كما تلاحظون هذه الجبال موجودة في جنوب دار الرئاسة. هذا مواقع الكهوف والتي يتم استهدافها من فترات لغرض الجماعة الحوثية، تقوم بمحاولة استخدام هذه الكهوف وتخزين الأسلحة. في يمين العرض بالأعلى تلاحظون على الدائرة الحمراء أحد الكهوف، بعد أن قامت الجماعة الحوثية بوضع ساتر ترابي أمامه ومن ثم يتم استخدامه في فترات لاحقة. على اليسار أحد الكهوف، وهذه عملية استهداف سابقة تدل على احترافية التصويب والتدمير داخل الكهف. في الأسفل هذه الكهوف الثلاثة الموجودة في جبل النهدين التابع لدار الرئاسة، 1، 2، 3. صورة أخرى توضح موقع الكهوف في تخزين الصواريخ البالستية. هذه الثلاثة كهوف تلاحظون عملية نشطة لاستخدام المنطقة كما بالخط الأصفر. هذا الكهف أو وضعة السواتر الترابية، وهذا الكهف ما يدل على أنه يتم استخدامه حالياً كما هو موضح في العرض في الأسفل. وهذه صورة من زاوية ثانية تدل على استخدام الكهف، مثبت لدى منظومات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع بالاستطلاع الدوري تخزين الأسلحة ومحاولة إخراج بعض الأسلحة منها. هذا استهداف لإحدى طائرات التحالف المقاتلة كما تشاهدون. هذا الكهف اللي عرضناه عليكم قبل شوي، هذه الكهوف أو المنطقة أو التجويف الجبلي، الكهوف موجودة في المنطقة هذه، وهذا أحد الاستهدافات كما تلاحظون الكهف. هناك استهداف سابق في تدمير أحد الصواريخ البالستية سابقاً، هذا الكهف، عملية التصويب، استخدام القنابل الموجهة بالليزر، استخدام دقيق. هذه المنطقة هي منطقة الكهف، وهي عبارة عن مناطق كبيرة تستطيع الشاحنات الكبيرة الدخول إلى هذه الكهوف. كما تشاهدون عملية الاستهداف الدقيق ودخول القنبلة إلى داخل الكهف. عملية استهداف أخرى كما تلاحظون هذا الكهف وهذا الكهف الثاني. وبذلك يتم مراقبة هذه الكهوف والتي تستخدم في تخزين الصواريخ البالستية، ويتم مراقبتها على مدار 24 ساعة، ويتم استهدافها عندما تكون الجماعة الحوثية المسلحة لديها نوايا باستخدام هذه الكهوف. عملية التصويب، عملية الاستهداف، استهداف أحد الكهوف تخزين الصواريخ البالستية والأسلحة في جبل النهدين في صنعاء. هذا الطريق المؤدي إلى الكهف كما أسلفت سابقاً، يتم استخدام الشاحنات الكبيرة في تخزين الصواريخ البالستية والأسلحة النوعية بداخل الكهوف. عملية التصويب، ومن ثم عملية الاستهداف الدقيق. هذا استخدام الجماعة الحوثية المسلحة لإحدى المناطق الأخرى وهو معسكر العمد. كما تلاحظون المنطقة نشطة، هذا الكهف، عملية التصويب، المتابعة من الطائرات المقاتلة. الكهوف الموجودة في معسكر العمد هي مشابهة للكهوف الموجودة في جبل النهدين. عملية التصويب،
استخدام الأسلحة الدقيقة كما تلاحظون ضخامة الكهف في تخزين الأسلحة البالستية والصواريخ النوعية وجميع أنواع الأسلحة، قدرات التحالف على حرمان العدو من استخدام هذه الكهوف، عملية الاستهداف، دقة كما تلاحظون، انفجارات ثانوية من داخل الكهف. هذه إحدى الاستهدافات أخرى للمعسكر. التصويب والمتابعة من الطائرة المقاتلة للكهف. كما تلاحظون وعملية الاستهداف والتدمير.